حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من عدن الغد المزيد من شباب عدن يختفون عن أهاليهم. في سبتمبر نت ضبط خلية إرهابية بشقة مفروشة في حضرموت. القدس أميرة يابانية تتزوج من عامة الشعب وتتنازل عن لقبها الملكي. وأخيراً من بي بي سي قلوب الرجال تشيخ قبل أصحابها. أهلاً بكم. مخاوف جديدة في أوساط أهالي عدن من ظاهرة تفشت أثناء الحرب وعنون موقع عدن الغد، موجة اختفاء جديدة لشبان بعدن. وقالت مصادر محلية بمديرية البريقة بعدن إن عددا من شباب المديرية اختفوا خلال الشهرين الماضيين. وبحسب المصادر لصحيفة عدن الغد فقد اختفى عدد من شباب المديرية خلال الشهرين الماضيين وسط أنباء عن التحاقهم بجماعات مسلحة. وأشارت المصادر إلى أن الشباب الذين اختفوا غادروا إلى خارج عدن دون أن يبلغوا ذويهم بوجهتهم. يتابع الموقع: خلال السنوات الماضية استخدمت جماعات متطرفة مراهقين من عدن في هجمات دامية بعدن وغيرها من المناطق. تواصل ميليشيات الحوثي وصالح ممارسة الانتهاكات ضد الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها، حيث أقدمت الميليشيا في حجة على اختطاف مدير مكتب التربية بمديرية كعيدنا. وقال موقع المشاهد: أقدم مسلحون ينتمون لجماعة الحوثي على اختطاف مدير مكتب التربية بمديرية كعيدنا لمحافظة حجة شمال اليمن. وقال مصدر محلي للمشاهد إن الحوثيين اختطفوا أحمد الشومي مدير مكتب التربية بكعيدنا واقتادوه إلى جهة مجهولة. وأضاف المصدر أن الحوثيين اختطفوا الشومي قبل يومين بعد رفضه إعطائهم جزءا من المساعدات الغذائية المقدمة لطلاب المديرية من إحدى المنظمات. شعوب المخيمات وامبراطورية الحرس، تحت هذا العنوان كتب زهير قصيباتي مقاله المنشور في صحيفة الحياة، وقال في جزء منه: قتل الأبرياء إرهاب، ماذا عن اغتيال وحدة دول ومجتمعات وطوائف ومذاهب ومصادرة سيادات وحدود وخرائط بذريعة مطاردة الإرهابيين وقتالهم حيث هم؟ تاريخ شعوب المخيمات مع الثورة الإيرانية لا يراكم سوى الخيبات والالتباسات والعداوات، رغم كل ما يوحي به حلفاء المرشد وراء الحدود. وإذا كان بعضهم لا ينتظر جواباً عن السؤال متى ينفجر الصراع بين النجف وقم، لأن العراق استثناء، ماذا عن الدور الإيراني في البحرين ولبنان وغزة؟ أي دور لطهران هناك لم ينجب حروباً واضطرابات؟ ليس نبأ سعيدا لأهل غزة المنكوبين بالجوع والحصار تمتين حماس علاقتها مع إيران التي تزودها سلاحا ومالا. ليس خبرا عابرا تشاؤم الأمريكي بغيوم ملبدة بالحرب في جنوب لبنان. المرشحون ضحايا لأي حرب يرص بها اليمين الإسرائيلي صفوفه هم مرة أخرى من شعوب المخيمات أو المقاومات التي تحرضها جمهورية المرشد ويستدرجها الليكود إلى مقصلة مجانية ودائماً بدماء عربية. الأكيد في سجل علاقات الجوار بين إيران والمنطقة العربية أن إمبراطورية الحرس الثوري التي راهنت على تفتيت اليمن إذا تعذر ابتلاعه بفم حوثي استقوت بأزمة قطر لعلها تشرذم وحدة مجلس التعاون الخليجي. وإن سألت في الخليج عما يحول دون صفحة جديدة مع طهران يسألونك كيف يستقيم حواراً مع من لا يرون تصحيحاً لاختلالات العالم إلا بأوامر من المرشد. نطالع في موقع الاشتراك نت عنواناً من البيضاء: إصابة 3 أطفال بانفجار في ذي ناعم والقبائل تفشل محاولة تسلل للميليشيات بالزاهر. وقال الموقع إن الإصابة ناجمة عن انفجار ألغام أرضية مخلفات ميليشيات صالح والحوثي. وقالت مصادر قبلية للاشتراك نت إن إحدى ذخائر عربة PMP انفجرت بالأطفال أثناء ما كانوا يرعون أغنامهم بمنطقة طياب في
في مديرية ذي ناعم. وبالتزامن أفشل مسلح القبائل الموالون للشرعية محاولة تسلل للميليشيات بمنطقة الأجرد في مديرية الزاهر. المصادر القبلية أفادت للاشتراكينات أن مسلحي القبائل بمنطقة آل حميقان أفشلوا محاولة الميليشيات وأجبروها على التراجع والفرار. في موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني نطالع: المنطقة العسكرية الأولى تضبط خلية إرهابية بشقة مفروشة بحضرموت. وقال الموقع: ضبطت قوات المنطقة العسكرية الأولى خلية إرهابية في إحدى الشقق المفروشة بمديرية تريم حضرموت. وجاء ذلك في البيان الذي أعلنه قائد المنطقة الأولى اللواء صالح محمد طيمس خلال زيارته للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية التابعة للمنطقة، مشددا فيه على أهمية معالجة التقصير لحفظ الأمن والاستقرار في حضرموت، شاكرا للمقاتلين تقديمهم خدمات الحماية وتأمين المصالح سواء العامة أو الخاصة. وفي عنوان آخر لموقع سبتمبر نت أيضا: الميليشيا تقصف 6 قرى آهلة بالسكان شمال موريس بالكاتيوشا. وقال السكان لسبتمبر نت إن القرى السكنية التي استهدفتها الميليشيا الانقلابية المتمركزة في دمت هي يعيس والجروف والقهرة وسوان وحجلان وصولان شمال وغرب منطقة موريس. دلونا على السوق. تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في مدونة الجزيرة مضيفا في جزء من المقال: كانت اليمن هي الأرض المنسية في الجزيرة العربية، تعامل معها الجيران والعالم باعتبارها متحفا على جبل أو المهد كما يسميها أدونيس. تركت وحيدة حتى صارت غرزة لا تصلح سوى للقات والسجارة. كما كتب مواطن يمني يعيش في السعودية: تلك الغرزة جلس صالح على بابها مبتسما وقال للعالم إنه أنتج دولة حديثة بمقاييس عصرية مانحا نفسه لقب الزعيم. وكان أول زعيم في التاريخ ينفق من عمره 3 عقود ليبني غرزة. قبل عام كتب عبد الرحمن الراشد عن الحاجة لضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وقبل 19 عاما قال البيضاني للساسة اليمنيين: إلى الداخل در. دار اليمنيون إلى الداخل وتاهوا في ذلك الداخل، وأنتج دورانهم ذلك دوامة سحبت الآخرين. لا يمكن أن يدور 25 مليون دون أن ينتجوا أسوأ أنواع الرياح. في أعالي الحرب الراهنة تأكدنا أننا لا نعيش في غرزة بل في ثقب أسود يتلاشى فيه الزمان تماما كما هي ثقوب ستيفن هوكينج السوداء، وأن على الجيران أن يعملوا لإخراجنا من ذلك الثقب لا أن ينتظرون للخروج منه. لكن الثقب الأسود لن يصير فحما، سيبقى متاهة سرمدية ولا بد من حبال من الخارج. صار مرحا وحاسما أن ندور إلى الخارج ومع الخارج، وأن تضع الدول المجاورة اليمن على طاولتها الكبيرة لا على شاشة مقاتلاتها. الخليج الغني والمحاصر بحاجة ماسة إلى أن يرفع عدد سكانه إلى أكثر من 60 مليون كما تقول أمنية الراشد. أما اليمنيون فلا يريدون أن يكونوا الجياع العالة بل أمرا آخر. دلونا على السوق وسننجو معا. التصريح الذي أدلى به ناطق الحكومة الشرعية لصحيفة سعودية أعاد موقع المصدر أونلاين نشره. المتحدث باسم الحكومة: علاقتنا مع قيادات من حزب صالح وطيدة ومتواصلة. وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي: إن علاقة الحكومة مع قيادات في حزب المؤتمر جناح صالح وطيدة ومتواصلة منذ فترة ليست بالقصيرة. وأضاف بادي: الكثير من القيادات الموالية لصالح شريفة ووطنية، والكثير منها يرفض الانقلاب من الوهلة الأولى وكانت ضد التحالف بين صالح والحوثيين. وأوضح أن تواصل الحكومة مع تلك القيادات كان بهدف توسيع دائرة المؤيدين، وكان هناك قيادات تقف إلى جانب الشرعية لكن ظروفها منعتها من الإعلان عن مواقفها خوفا من الاغتيال. في أحد عناوين موقع هنا عدن: انتهاء التحضيرات لأول مشروع لإعادة تأهيل الأطفال المجندين. وقال الموقع إن مؤسسة وثاق للتوجه المدني أنهت استعداداتها لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين من الحرب في اليمن في كل من محافظتي مأرب
والجوف، وأكدت المنظمة كامل جاهزيتها لبدء التنفيذ في الوقت المحدد من قبل إدارة المؤسسة بحسب الخطة الموضوعة سلفا. وقالت المؤسسة في بيان لها إن المشروع سينفذه خبراء النفس وأخصائيو الاجتماع وفق المعايير الدولية والمواصفات الإنسانية. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يمر عيد الأضحى ثقيلا على اليمنيين بلا احتفالات أو أضحية، والمواطنون محاصرون بالأزمات المعيشية وتدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار كما تقول صحيفة العرب الجديد. فالحرب أعادت ترتيب أولوياتهم خلال العيد، فهم يكتفون بشراء القليل من السلع واللحوم، فيما يرتدي أطفالهم ملابس تم الاحتفاظ بها من عيد الفطر. محمد سليمان موظف حكومي قال للعرب الجديد إن عيد الأضحى الحالي هو الثالث وسط الحرب، ما يشكل أزمة حقيقية للموظفين الذين توقفت رواتبهم منذ نحو عام. وقال سليمان أيضا أحتفظ بملابس لأطفال الثلاثة من عيد الفطر، فليس بمقدوري شراء ملابس جديدة ولا أستطيع تقديم أضحية، وسنحاول شراء حلويات بجزء من تحويل طلبته من قريب المغترب بالخارج. وأضاف كثير من اليمنيين ينتظرون المعونات من المؤسسات الخيرية في ظل الإهمال الحكومي لهم. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فقد أوردت أن قبائل مسور في محافظة ريما حشدت مسلحيها في تجمع كبير للتنديد بمقتل أحد أبنائها على أيدي أفراد نقطة تابعة لميليشيا الحوثي في أول أيام عيد الأضحى، ووصفتهم بقطاع طرق وتوعدت بالتصعيد حتى الاقتصاص من القتلة. مسلحون حوثيون قتلوا المواطن إبراهيم المسوري بطريقة بشعة في إحدى نقاطهم الأمنية وهو متجه بصحبة نساء وأطفال بسيارته لقضاء إجازة العيد في قريته في مسور، وذلك لرفضه دفع مبالغ مالية لمن تسميهم جماعة الحوثي المجاهدين في إشارة إلى ميليشياتها. خريف الخريطة العراقية، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا في جزء من المقال. ليس بسيطا أن يكون المرء صحفيا عربيا، مهمته ملاحقة هذه الانهيارات المتعاقبة في المنطقة وإحصاء نتائج إعاصير الوحل والدم، وأن تكون تعرف هذه العواصم ونمت فيها في عهود مختلفة واستمعت إلى أصحاب القرار فيها، ثم اكتشفت أن الثابت الوحيد في حكايتها هو الميل إلى الانهيار. أنا عربي وأحب العراق ولا علاقة لذلك باسم حاكمه، وكنت ككثيرين أعتقد أن هذا البلد الذي تجتمع فيه مختلف أنواع الثروات سيكون الرافعة في طريقي إلى المستقبل العربي، وكدت أصدق قبل عقد أن سقوط المستبد سيؤدي إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية تقدم نموذجا لتجربة تعايش ناجحة بين العرب والأكراد من جهة وبين السنة والشيعة من جهة أخرى. وكنت آمل أن أكتب ولو مرة مقالا متفائلا من قماشتي أن النافذة مفتوحة وأن المستقبل واعد. لم يحالفني الحظ، وأنا أحب بغداد، ذهبت إليها في عهد السيد الرئيس المهيب القائد، وذهبت لاحقا إلى المنطقة الخضراء، وقال لي نور المالكي السنة شركاؤنا وسنعطيهم ما يطمئنهم، والتقيت لاحقا حيدر العبادي ووجدته مهتما بترميم الجسور بين المكونات، لكن ظل داعش كان مستوليا على الموصل والبلاد والعباد. والتقيت مرات الرئيس جلال طالباني الذي كان يحاول إقناعي أن شروط الحرب الأهلية غير متوافرة في العراق، والتقيت دوريا مسعود بارزاني رئيس إقليمي كردستان العراق لأقيس درجة التوتر لدى الشريك الكردي في هذا الزواج المفخخ بالشكوك والمرارات. كل ذلك الكلام بات من الماضي، فالخريطة العراقية تسعل دما. بعد الانشغال بالقصة العراقية على مدى عقدين، ها أنا على طريق كركوك أشم رائحة الخريف العراقي على الرغم من استمرار الصيف اللهب. بكرت رياح الخريف في الهبوب، فمنذ الإعلان عن موعد استفتاء الاستقلال في كردستان العراق
المقرر في 25 من الشهر الجاري، بدا العراق مندفعا نحو ساعة الحقيقة، وهي ستكون على الأرجح ساعة الطلاق بين بغداد وأربيل. في إعلان رسمي لم يخلو من لهجة عتاب، كما أوردت صحيفة القدس العربي، تم شطب الأميرة ماكو أكبر أحفاد الإمبراطور أكيهيتو من لائحة أميرات اليابان. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الأميرة بعد أن قررت الزواج من زميل لها ستصبح من عامة الشعب، وستتخلى بموجب هذا القرار عن لقب أميرة وفقا للقانون. وذكرت الصحيفة أن وكالة رعاية القصر الإمبراطوري الياباني أعلنت الخبر، وفيه بعض من لهجة عتب وخوف من انتهاء العائلة الإمبراطورية وعدد أفراده. وكانت التقارير قد تحدثت في مايو الماضي عن ارتباط ماكو 26 عاما بزميلها السابق المحامي كي كومورو والذي يعمل في طوكيو، لكن وكالة رعاية القصر الإمبراطوري امتنعت عن التعليق حينها. وتخرج كومورو وماكو من الجامعة المسيحية الدولية معا بعد أن تعرفا فيها، حيث حصلت ماكو على درجة الماجستير من جامعة ليستر البريطانية، وتعمل باحثة في متحف، وهي واحدة من بين أربعة أحفاد للإمبراطور، والثلاثة الآخرون هم أختها الصغرى كاكو وشقيقها هيساهيتو وإيكو ابنة ولي العهد ناروهيتو. لأول مرة في تاريخ الهند تعين امرأة كوزير للدفاع. وأضافت صحيفة البيان، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عين نيرمالا سيثارامان وزيرة للدفاع في مسعى لإعادة النمو الاقتصادي إلى مساره وتحديث القوات المسلحة قبيل الانتخابات الوطنية التي ستجرى في عام 2019. وسيثارامان 58 عاما التي كانت تشغل منصب وزير التجارة ستصبح أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع منذ أندرا غاندي التي تولت المنصب عندما كانت رئيسة للوزراء قبل 35 عاما. سيثارامان اشتهرت بأنها مفاوضة قوية أثناء توليها وزارة التجارة، وكوزيرة الدفاع ستكون مسؤولة عن تطبيق برنامج تحديث عسكري تصل قيمته إلى 150 مليار دولار لتجهيز القوات المسلحة الهندية بكامل العتاد. قالت دراسة علمية نشرت البي بي سي بعضا من نتائجها، قلوب الرجال تشيخ قبل أصحابها. وخلصت الدراسة إلى أن قلبا واحدا من كل 10 رجال في بريطانيا أكبر من عمره الحقيقي، وجاء ذلك بعد اختبار أجري على 1.2 مليون متطوع من الرجال والنساء ضمن حملة للصحة العامة في إنجلترا. وكشف الاختبار أن قلوب 11% من المتطوعين من الرجال في عمر 50 أكبر بنحو 10 أعوام من أصحابها. وأضافت الدراسة أن من لديهم قلوبا مسنة معرضون بشكل أكبر لأخطار الجلطات والسكتات القلبية، إضافة إلى أخطار صحية أخرى مثل الذهان وأمراض الكلى والسكري. وقال البروفيسور جيمي واترال المتخصص في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في Public Health England المشارك في الدراسة، يجب أن نسعى إلى أن تكون أعمار قلوبنا متساوية مع أعمارنا الحقيقية. يكتب حازم الأمين في صحيفة الحياة اللندنية مقاله تحت عنوان في معنى أن تنتصر طهران، مؤكدا بزوغ فترة أسوأ مما نشهده اليوم. وأضاف في جزء من المقال، أن تنتصر طهران في هذه الحرب فهذا يعرضنا إلى مصير أكثر بؤس مما كابدناه مع داعش. الأخير سيصبح ممثلا لكل المهزومين وما أكثرهم، والمسخ لا يموت، ذاك أنه عرضة لولادة جديدة، الشروط كلها مؤمنة له، عدوه المذهبي انتصر في الحرب عليه، المدن مدمرة بالكامل، ومخيمات البؤس والجوع والمرض تمتد على مساحات شاسعة أينما اتجهت في دول الإقليم. إيران من انتصر على داعش وليس العقل ولا الاعتدال، في لبنان انتصر حزب الله، وفي سوريا انتصر بشار الأسد، وفي العراق انتصر الحشد الشعبي. هل من مشهد أشد دلالة على توقع ولادة المسخ مجددا وقريبا جدا؟ لكن ما يجعل الإقامة في هذا العالم مخيفة هو أن المسخ الجديد لا أحد بريء من ولادته،
العرب الذين انكفأوا عن الحرب عليه والأتراك الذين فتحوا حدودهم له والإمبراطورية الإيرانية التي لطالما غبطها عدو مثل داعش فراحت تفتح له المدن والقصبات تمهيدا لانتصارات سهلة عليه. أما الأب الرابع فهو ذاك الانكفاء الغربي الأمريكي تحديدا. هذا الغرب لم يتعلم ما يعنيه أن تتحول الحرب على داعش إلى نصر مذهبي، ولم يتعلم أيضا أنه لن يكون في منأى عن هذا الاحتلال الهائل. ماذا تعني العطلة بعدسات قراء موقع شبكة البي بي سي؟ ستعرفون ذلك من خلال مجموعة صور نعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.